بتشتغلوا في قطاع المياه؟ حابين تنموا قدراتكم وتعززوا مهاراتكم بس مش عارفين كيف وين؟ إذا كنتوا في خارج أو داخل الأردن، سلطة مياه الأردن من خلال مركز تدريب المياه اللي تم إعادة تأهيله وتجهيزه بالكامل في عمان بتوفر لكم منصة للتعلم والتدريب وفق أفضل المستويات العالمية لكافة القطاعات العام والخاص في الأردن والمنطقة. يعد مركز تدريب المياه واحد من المرافق التدريبية المتخصصة اللي بتوفر ورشات عمل فنية واسعة مجهزة بأفضل التقنيات والمعدات الحديثة للتدريب على اللحام، تصليح المضخات، اللوحات الكهربائية وتصليح العدادات الرقمية، مختبرات كمبيوتر مزودة بأحدث البرامج التدريبية، غرف اجتماعات متعددة الأغراض يمكن تعديلها بسهولة إلى قاعات للتدريب النظري مجهزة بتكنولوجيات التدريب المتطورة، بالإضافة إلى كافيتيريا للتواصل بين المتدربين أثناء الاستراحات، غرف غيار وخزائن خاصة للمتدربين، موقف للسيارات مع إمكانية توفير النقل بالحافلة الخاصة بالمركز، مرافق لذوي الإعاقة. كما يوفر المركز نظام إداري تعليمي حديث لتسهيل وصول المعلومات للمدربين والمتدربين خارج المركز. بدافع التفاني والاعتزاز الوطني، يعد مركز تدريب المياه أحد معاهد تطوير قدرات العاملين في قطاع المياه في الأردن والمنطقة.